السعودية تغرق الآن مباشرة ورفع حالة التوتر الحفرة في البلاد وتحذير المواطنين من عدم الخروج من منازلهم وعدم قيادة السيارات. آلاف السيارات تغرقت في مياه الأمطار والسيول الطبيعية ولم يستطع أصحابها الانقاذ أبدا. تدمرت السيارات، اللهم صل النفعان، اللهم احفظ الجميع، احفظ أهل السعودية أجمعين. السيول تخرج من المنازل ودمرت كل شيء. لم تشهد هناك جثة أو مدينة اللهم اجعلها أمطار خير وبركة إن شاء الله. السيول الغزيرة غطت السيارات ودمرت كل شيء ودمرت المنازل بالكامل. كما تشاهدون المياه تخرج من المنازل وغطت السيارات بالكامل وتدمرت السيارات. وهذه مدرسة غرقت بالكامل نتيجة مياه السيول الغزيرة. مئات الأطنان من مياه الأمطار سقطت من السماء اليوم الخميس من سماء جدة ومكة والسعودية. شكرا، السلام عليكم.